السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، سنبدأ اليوم درسنا حقائق الضرب للعدد 5. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو حقائق الضرب للعدد 5. لدينا 3 مجموعات، بداخل كل مجموعة 5 بالونات. كم عدد البالونات جميعها؟ إذن لدينا المجموعة الأولى بداخلها 5 بالونات، والثانية 5 بالونات، والثالثة 5 بالونات. لدينا 3 5ات. سوف نقوم بعملية الجمع المتكرر للثلاث 5ات. 5 + 5 + 5 يساوي 15. سوف نحول عملية الجمع المتكرر إلى جملة ضرب. والضرب كما تعلمنا، ما هو الضرب يا طلابي؟ الضرب هو عدد المجموعات ضرب عدد العناصر. أحسنتم. سنحول عملية الجمع إلى جملة ضرب. إذن عدد المجموعات لدينا 3 ضرب العناصر 5 يساوي 15. أحسنتم. لننظر إلى هذا المثال. ذهب سعيد لشراء أقلام ملونة من المكتبة. إذا كان ثمن علبة أقلام الملونة 5 دنانير، كم دينارا يحتاج سعيد لشراء 4 علب أقلام ملونة؟ إذن سوف يشتري سعيد 4 علب أقلام ملونة. ثمن العلبة الواحدة 5 دنانير. لدينا العلبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. سوف نقوم بعملية الجمع المتكرر، وهي 5 + 5 + 5 + 5. كم يساوي؟ رائع، 20 يساوي 20. سوف نقوم بتحويل جملة الجمع المتكرر إلى جملة ضرب. ما هي جملة الضرب المناسبة للمسألة؟ جملة الضرب هي عدد المجموعات ضرب عدد العناصر. أحسنتم. 4 + 5 يساوي 20. سوف نستمع إلى هذا المثال، وعليكم يا طلاب الأعزاء أن تطبقوا هذا المثال بواسطة الأزرار. النشاط هو: صنعت جارتنا رؤى وردة من الأزرار كما في الصورة. كم عدد الأزرار التي استخدمتها رؤى في تشكيل الوردة الواحدة؟ لدينا جدول، والجدول مقسم إلى 4 أقسام: عدد الوردات، عدد الأزرار في كل وردة، عدد الأزرار المستخدمة، وجملة الضرب المناسبة. إذا كان لدينا عدد الوردات 2 وردتان، عدد الأزرار في كل وردة 5، إذن الجمع المتكرر هو 5 + 5. كم يساوي؟ أحسنتم، 10. إذن لدينا 5 سنحولها لجملة ضرب. 2 + 5 يساوي 10. حسناً، إذا كان لدينا 3 وردات وفي كل وردة استخدمنا 5 أزرار، سنقوم بعملية الجمع المتكرر، وهي: رائع، الجمع المتكرر هو 5 + 5 + 5. كم يساوي؟ أحسنتم، 15. ماذا نقرأها؟
نقرأها ثلاث خمسات، نحولها إلى جملة ضرب. ثلاثة ضرب خمسة يساوي 15. إذا كان لدينا أربع وردات وفي كل وردة خمسة أزرار استخدمناها، نحولها إلى عملية جمع متكرر. خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة يساوي 20. إذا لدينا أربع خمسات، نحول جملة الجمع المتكرر إلى ضرب. أربعة ضرب خمسة يساوي 20. إذا كان لدينا خمس وردات وفي كل وردة استخدمنا خمسة أزرار، جملة الجمع هي خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة يساوي 25. لدينا خمس خمسات، وجملة الضرب هي خمسة ضرب خمسة يساوي 25. إذا كان لدينا وردة واحدة، ما هي جملة الضرب المناسبة لهذه الوردة؟ لدينا وردة واحدة، إذا مجموعة واحدة، عدد المجموعات واحد ضرب عدد العناصر خمسة يساوي كم؟ يساوي خمسة. ممتاز. أعبر عن الرسوم الآتية بجملة ضرب وأكمل الفراغ. كم مجموعة لدينا هنا؟ أحسنتم، لدينا ثلاث مجموعات. كم عنصر بداخل المجموعة الواحدة؟ ممتاز، خمسة عناصر. ماذا نقرأها؟ نقرأها ثلاث خمسات. ما هي جملة الضرب المناسبة؟ ما هو الضرب؟ ممتاز، الضرب عدد المجموعات ضرب عدد العناصر. إذا لدينا ثلاث مجموعات ضرب خمسة عناصر يساوي 15. أحسنتم. أعبر عن عملية الضرب بجمع متكرر. ألف ثلاثة ضرب خمسة. الآن كم مجموعة لدينا؟ أحسنت، لدينا ثلاث مجموعات. ما هو العنصر الذي سوف نكرره بهذه المسألة؟ أحسنتم، سوف نكرر الخمسة ثلاث مرات. إذن خمسة زائد خمسة زائد خمسة يساوي 15. ب اثنان ضرب خمسة. كم مجموعة لدينا؟ ممتاز، مجموعتان. وما هو العنصر الذي سوف يتكرر؟ أحسنت، سوف نكرر الخمسة. إذن خمسة زائد خمسة يساوي 10. لنستمع إلى هذه المسألة. عمارة تتكون من ثلاث طوابق، يوجد في كل طابق خمسة نوافذ، كم عدد النوافذ في العمارة؟ إذن عدد المجموعات لدينا كم؟ ممتاز، عدد المجموعات لدينا ثلاثة وهي الثلاث طوابق، وعدد العناصر رائع خمسة وهي عدد العناصر. ثلاثة ضرب خمسة يساوي 15 نافذة.